تقدم لسان داونز 3-1 في شوط أول قاسي على النادي الأهلي. تسيد معظم فتراته سان داونز وفرض أسلوبه طوال أحداث الشوط الأول. ملخص: تفوق واضح لسان داونز لاعبا ونتيجة خلال أحداث الشوط الأول. نروح لفاصل، نرجع نشوف رأي محللنا الكبار على أحداث الشوط الأول. انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شوط صعب على النادي الاهلي. اتكلمنا قبل بدايه المباراه ان ده فريق متحرك، فريق عنده ثقه جامده جدا، اللعيبه بتتحرك في كل مكان، بيستلم الكوره، امكانيات عاليه جدا في الكوره. قلنا لازم يواكب ده كله اسلوب في اللعب ولعيبه معينه تبقى موجوده في الملعب وطريقة تاكتكس تلعب مع الناس دي غير الطريقة اللي احنا لعبنا بيها 4-2-3-1 او لا لا، احنا قلنا لازم يبقى في ستارة في نص الملعب تساعد دفاعك كويس، وبتلعب على السرعات المتاحة ليك اذا كان في الفراودة والتمويل ده، وتبقى كومباكت كل الفرقة بتاعتك مع بعض. واضح جدا ان اللاين فيرول بتاعك عمل ضغط في الاول، وبعد كده رجع نص الملعب بعد ما دخل فيه الهدف، وابتديت تحس بخطورة واداء وسرعة لعيبة سان داونز. انا من الاول اتكلمت على نص الملعب وضروره وجود مروان عطيه في مباراه زي دي، بنقفل المساحات، ما يخلوش يلعب بالراحه دي كلها والضغط كله على الاطراف. هم عارفين علي معلول ده اللي بيطلع عندك، فبيلعبوا في ظهره على طول، والراجل السنتر فيلد بتاعه بيروح مايل على علي معلول او الناحيه الثانيه على محمد هاني. محمد هاني مش عارف يلعب جوه ولا يلعب بره ولا يتقدم ولا يتاخر، عليه ثلاثه بيلعبوا الناحيه دي. ده غير التوفيق العالي جدا في فرقه سان داون، تحس ان في كل كوره ممكن يجيبوها جول، يعني في كل كوره عندهم ثقه دايما على الفرقه بتاعتك ان هم عاملين خطوره، عاملين شوتينج متوفقين فيه جدا. الشوط الاول الجول الاول والجول الثالث، الجول الثالث ده جول احنا مش شفناهوش بقالنا سنين، ان الكوره بتروح بهذا الشكل اللي هو معاهم ولا ايه، انا مش عارف يعني، لا يسأل عليها احد. دايما بنسال بيقول قابل ما تخليش يشوط، وانت عندك الكواليتي كمان اللي موجود، انت مش عارف تمسك ولا تقابل ولا لعيبه بتلعب بتاعه سان داونز الحقيقه يعني متحكمه في زمام الامور كله في الملعب. انت السؤال اللي قلته لعادل، انت هتبقى فعل ولا رد فعل؟ ده اللي انا كنت اقصده، انت رد فعل بس رد فعل غير منظم، انت مش عارف تهجم ولا تدافع ولا تقف وسط ملعبك، ومهام كل واحد فينا غير معلومه، لان هما بيتحركوا اسرع بكتير جدا، هما متغيرين، ما عندهمش ثوابت في الاماكن كمان. فانت بتسلم ده بيسلم ده بيسلم ده في ظل ان النتيجه كمان عامله لك حاله معنويه. هما كمان فرقه تكتيكيه على مستوى عالي كبير جدا جدا، بقول لك هما متحركين جدا، بيروحوا في كل حته في الملعب، انت اصلا مش عارف تسلم ده لده لده. ده غير بقى ان في لعيبه في الملعب ده مش ماتشها، يعني طاهر محمد طاهر وكندوسي ما افتكرش ان بيعملوا اي حاجه خدت بالك تساهم او تساعد غير محاولات اذا كانت دفاعيه او محاولات كانت هجوميه، ومفيش غير بيرستا وعندك اللي فايق الحقيقه، وحاسس انه بيلعب في ملعبه يعني وفي وسط جماهيره يعني. فانت لازم يحصل تغيير جذري في اسلوب لعبك، وتحترم الفريق المنافس، وتلعب على انك انت تقدر تخش المباراه بهدف سريع في الشوط الثاني، وبعد كده لقيت اول ثاني. كابتن علاء، الموقف صعب، الشوط الثاني يفكر كولر ازاي؟ ما اعرفش هيفكر ازاي، ان الموقف صعب جدا جدا جدا، كل تفكير هيفكره هل تفكر انك ترجع للمباراه، ترجع للمباراه، يبقى انت عايز تعمل ضغط هجوم وعايز تعمل تغيير هجومي، ولا عايز تامن نص ملعبك بالظبط. طب وبعدين انت متاخر 3-1. المشكله على فكره مش في انك تغير او ما تغيرش، المشكله اللي احنا قلناها في الاستوديو هنا، انت الملعب بتلعب من 18 ل 18 غلط مع فريق مهاري بيستقبل المساحات. كره القدم اصلها مش لوغاريتم، ما ينفعش اسيب كل المساحه دي لفريق بيجيد في اللعب في المساحات كويس. نص ملعبك تقريبا مش مساحات، في شوارع في نص الملعب، اي حد بيعرف يلعب هيعدي في نص الملعب ويتحرك كده، انت عندك مشكله جامده ايام. يعني حتى الهدف الثالث اللي جه فيك مظبوط، يعني انت ازاي الراجل بيشوط ويرجع وانت لسه واقف على 18 انت يا جماعه كنت يعني اما تيجي تدافع دافع لقدام، بترجع لورا ليه؟ حتى الهدف الاول الشناوي كده برضه، الهدف الاول الشناوي انا مش شايف،
لانك انت الكره اللي احنا بنتفرج عليها الحديثه بس بسرعه كده، انك حضرتك عشان تعرف تدافع بتقابل قدام. موضوع انك ترجع ورده ده مات من زمان من سنين، فالموضوع صعب والموقف صعب جدا. الشوط الاول يعني تقريبا كان في فريق واحد في الملعب بس هو صن داونز. احنا لا احنا حتى الكور اللي اتكلم عليها كابتن شريف مع بيرسي ده كلها بتيجي بعشوائيه، انت للاسف انت فقدت شكلك في الشوط الثاني. ارجو كولر يبقى هادي حتى في توجيه اللعيبه، واللعيبه تعرف ان لسه في 45 دقيقه نلعب الكره الصح، ويا ريت حد بس يعني ما اعرفش قال ازاي دي اقفل المساحات على فريق مهاري بيحب المساحات. كابتن اسامه اخطاء قاتله في الشوط الاول في التمركز والتنظيم الدفاعي والرقابه يمكن اسفرت عن اول هدفين زي ما قالوا كباتنا، ولكن حلول الشوط الثاني هل انك انت تقفل نص ملعبك ولا تحاول ترجع المباراه وتضغط عليهم من قدام؟ في مساحات عندنا كبيره جدا، في لعيبه مش في حالتها الفنيه المثلى، يعني الحلول عند مستر كولر ايه الشوط الثاني؟ اولا الاخطاء كتيره، واحنا قلنا انه ماتش من وجهه نظري برضو بس سريعا، ماتش المقاولين كان في ناس لازم تريح فيه، واحد زي علي معلول لا لعب 90 دقيقه السبت مع القطن، لعب 90 دقيقه مع المقاولين العرب، والنهارده بادئ الماتش واضح انه مرهق. نفس الشيء محمد هاني، ماشي ما علينا واتحصل اللي حصل. قلنا في نص الملعب من وجهه نظري انه يبقى ثلاثه مدافعين وتقفل المساحات كويس، لان هم هيغلطوا ورا، هيغلطوا ورا زي الجون، زي الجون مجرد بيرسي تاو ضغط ضغطه واحده راحت لقندوس الشريف كانت جون. لكن انت المشكله دلوقتي النهارده انك علي معلول واضح في ارهاق، محمد هاني واضح ان في ارهاق، تعالى للثلاثة بتوع نص الملعب اللي هم طاهر والقندوسي وبيرسي تاو، الى حد ما بيرسي تاو متحرك لكن ما بيرجعش يساعد كويس. شريف جاب جون وعمل اللي عليه وحيوي بس ما فيش مساعده. انت قلت لك لو كان مروان عطيه مكان القندوسي كان يبقوا ثلاثه في نص الملعب، ديانج وحمدي ويقفلوا، لان محمد عبد المنعم انت جيت نيجي تعالى الدقيقه 29 و34 هنجيبها لما نيجي نتفرج على الماتش، بيطلع كتير قوي بيسيب العمق بيروح يقفل ناحيه علي معلول، بيقفل اكنه باك شمال لانه مخترقين في الجنبين. فاللي انا شايفه دلوقتي من وجهه نظري بس هي مش هتحصل، فعلى الاقل حاجه من الاثنين هقوله، يلعب بثلاثه في العمق، حمدي فتحي يرجع بين عبد المنعم وياسر عشان تدي حريه شويه لعلي معلول ومحمد هاني يطلعوا ويبقوا متامنين، وينزل مروان عطيه جنب ديانج واحمد عبد القادر وشريف وبيرسي تاو، ويقعد القندوسي وطاهر محمد طاهر. أيوه. دي وجهه نظري. او مش هيلعب ثلاثه يبقى يطلع حمدي قدام، يبقى ديانج وحمدي ومروان علشان حتى تساعد علي وهاني ان يطلعوا يساعدوا لقدام ويزودوا بيرسي تاو وشريف وممكن احمد عبد القادر لو نزل. كابتن عادل، شوط ضعيف فنيا على المستوى الفني والتكتيكي، شوط ثاني نتمنى ما يكونش صعب زي الشوط الاول. اولا اول حاجه لازم تعرفها لازم تبقى واقعي. تكير من النتيجه الكبيره. عشان تعمل كده لازم يحصل تغيير في بدايه المباراه. اول حاجه ينزل مروان ويلعب ثالث في وسط الملعب، يطلع الكندوسي، يطلع طاهر محمد طاهر، ينزل عبد القادر وتلعب باربعه ثلاثه ثلاثه، والاثنين بيرسيتا وعبد القادر يبقى عندهم دور في السرعات اللي قدامه، ينزل يقفل نص الملعب. ده رقم واحد. رقم اثنين، لازم الفرقه يضغط عليها في الجزء الاخير في الثلث الاخير بالذات علشان بتشوت كويس الفرقه، يعني عيب جدا ان يدخل في الجونين شوتينج من بره منطقه الجزاء، عيب عليك قوي يعني. تكير النادي الاهلي لازم اللعيبه تموت نفسها شويه، تحط اسم النادي قدام عينيها، مش عايزين نتيجه، يعني مش عايزين نتيجه كبيره. انا اتمنى ان اتحفظ وارجع سنه للمباراه، ما اعملش واجب هجومي 100%، وهي فرقه تقيله ومشي معاها النهارده وكلهم في حالتهم. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.